عليهم به مصطلح. في جن يدخلون لي اطق السامري. ايوه به جن فزها لهم بذي. في احد يقرا بس؟ ها؟ في احد يقرا؟ انا ابوك. اقرا على جنيتي. انت استنزل هو اللي بيقرا. ايه. انه يوم الاحد نستحضر النية، الاثنين نستحضر النية، لين يوم الخميس فسقنا. لا بس جد جد هل هذه طبيعية؟ موجود في جن يدخلون يستنزلون ولا وش؟ اكيد فيها ضرب. اكيد اكيد عارف يا شيخ. نعم انا كنت أقرأ. انا احس انها تمثيل. انا كنت اقرا 11 سنه وانا اقرا وانا ارقي. لا قصدي في السامري يعني هل الواحد اذا مثلا دخل فيه الهوى وقيل له قصيدة مثلا اللي نفهمها انا من الناس انه عاشقته او مستمخم فيها او شيء انه ينطرب ويفقد اللي حوله هم يقوم يروح يمين ويسار يحوس ويدوس يحوس، هل هذه فعلا صحيحة؟ نعم نعم يعني هؤلاء اللي يلعبون في السامري هم اشكال والوان، بعضهم هوس بعضهم طرب بعضهم في فعلا جن جن. لا 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 وبعضهم جن فعلا سبحان الله. هؤلاء جن سفهاء يحبون الطرب يحبون اللعب واحيانا يفقد شعوره احيانا يسقط. دشير الجن. ايوه نعم صحيح الجن. يعني ما قال ابو هادي يعني مو بواحد يمثل او انه مثلا مو بعض الناس لين مثلا جانا نشيد مثلا هب البراد وقام لولي وقام لولي نعم فيه كذا ولا لا هم جهوان ثاني في طرب بعضهم يغلب عليه الطرب ويسوي الحركات. طيب وبعضهم جن الله يكفي شرهم. والله الموضوع مسكت بيصلح لها انا وياك وبتركي مو مشين يعني بيدخل ندخل لين جبنا الجن يقول الله يطعني ونجيب الجن ونعرف مفتاحك انت. وجايبينه يوم الخميس بعد ما شاء الله عليكم. انت الخافة منك. انا بقرا عليكم. لا والشيخ بعد يروع يخافها منك. لا ما انت معنا عارفك بس. لا لا بتحدث علينا بتحوس الدنيا كلها. بسأله بسأله الشيخ الجلوي يعني بعض ما يذكر عندنا قصص انه اذا جاء هذا استنزل وكذا انه بعضهم ياخذ الجمر وياكل الجمر وهو حار يعني وش تفسير هذا الشيء؟ سبحان الله عندنا طبعا موجود. نعم هذا صحيح ثابت هذا تمثيل. لا 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 ثابت وانا اذكر ابن خال الوالده ولد خالها سبحان الله يقولون وهو صحيح معه جن الشيوخ تقول رايت بعيني انه ياخذ الخوص عارفون الخوص الخوص حق النخل حق النخل يمضغه 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 ويحطه على الجمر يطلع عوده يطلع سبحان الله عوده طيب طيب نعم ومنهم من ياخذ الجمر ورأيت بعيني واحد مستنزل يضرب صدره الجدار بقوة انتهى الوضع كأنه ما سوى شيء شيطانية هذه يا شيخ جمع. اي نعم يعني تلبس الجن شياطين وعفاريت والمس موجود في القرآن يا اخوان نعم الذي يتخبط الشيطان من المس صح صح الله المستعان عموما يعني دائما سبحان الله الإنسان إذا حريص على الأذكار والمعوذتين سورة الإخلاص فاتحة خواتيم سورة البقرة بإذن الله لن يضرك شيء صدقت لا من هواجيس ما لها سنع أو مخاوف أو هلاوس أو حتى اكتئاب أو إلى آخره حتى بعض الناس سبحان الله لما يشوف في بعض الأفلام اللي طايحين مثلا في اليوتيوب أو يتابعون في بعض القنوات ما ودنا نذكر بالاسم والشركات ليه شاف فيلم وضابطين تصويره أو حتى مقاطع فيديو سواء داخل المملكة أو خارجها تلقاه فعلا يتوهم وقد يصدق نقول انه اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وجت سالفه في وسط سالفه اخونا وحبيبنا استاذني بس اعرف ابو تركي ثم ابو تركي احمد بن محمد الشهراني يا هلا يا هلا وحياك الله طال عمرك ونرحب بك شخصيا وبالزملاء الحضور وبالساده المشاهدين وبدايه قويه بال جزاك الله يعين الله يبارك اليوم ما ادري وش ناويين عليه انا ما سبحان الله انا لان شو اسمه سعد انشد ذاك اليوم شيله جميله ممتازه رائعه ثم قالوا ان الصوت فيها مشكله ونبي نعيدها اليوم ان شاء الله تسلم انك قطعت حديثك المعذره تو تتكلم عن التحصن من الجن هذول اللي يستنزلون هم اللي يدورون الجن يعني عكس 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 الموضوع حقنا مره يعني وهذول مشكلتهم مشكلة تو يخاف تو يقول يضرب في صدره
ويطق على الجدار ياكل جمر ياكل هذا وش يسوون حركات عجيبه. انا شفت مره ما يحيي ظاهره تقول بوس كيف شايل نخلاه وداخل بها في شايل موجود المقطع في اليوتيوب شايل ويش نخلاه ايوه جذع كبير طيب يعني من قوه من يقدر يشيله الجن, الجن يا ابو تركي يعني منظر غريب صدق يعني سبحان الله بس على قولة ابو عبيد ما في شك انا شفت بعيني مناظر وشفت والله انت عاد اخبر انت اول شيء يعني جزاك الخير طالب علم وخطيب وتقرا وراقي فبتجيبها من يعني من المنظور ان شاء الله التربوي والشرعي نتكلم عن الموضوع هذا عشان يلا يلا نبين لكم حلو زين حقيقه الجن صح واشكاله وانواع الشيخ ممكن في السيره بعد يستحضر بعض الشيء اي نعم والشيخ نفس الشيء لا ما بحن احنا نبي نروع الناس مع الظهر ما حولك احد يا ابو مره عبد الرحمن يقول لا تخوفوا الناس جاب السالفه المصطفى ظهر شموس ما حد جايكم جن ولا جاكم شيء الحلقه هي وعيدك في الليل هو يطوع علينا المشاهدين قالت عنا بس احنا اللي محيضين الجن مقيلة عندك هلمي طلاب العلم وهالمشايخ ما حد يعني الحكي لهم مثلا مسترسل لا لهم اجاويد مو اجاويد على اسمهم اجاويد على اسمهم صحيح طيب نسمع ابو عبيد حول هالموضوع البسيط طيب. حقيقته صحيح وهل فعلا مكبر اكثر من لازم وسؤال وهل في ناس يمثلون زياده صحيح. على ذلك طيب وهل هل بعد ذي زينه ما يبي احد يقولها ليش وهل نقدر نحص هل ان في واحد مثلا نقول اللي يسجع بالحاله ويسمع منها الطربيات ويتوسع فيها اكثر من لازم صحيح. هل ممكن انه او يدخل في موضوع العشق وما العشق وكذا هل هذا مثل اللي يسلم رقبته لذولي صحيح وللهواء وللكذا نعم. اليوم اليوم موضوع حامي موضوع حامي يلا يلا ابو هادي تولب ازهلني قام يتنهد ازهلني قام لا تنهد فيها بل عطونا قهوه وعطونا شاي جيبوا طيب جيبوا كلش كان في جح بعد يبرد على قلوب هذا وقت الطيف لا تجيبه البخور البخور لا البخور يقول لا البخور ما يبونه شفت اللي يعرفون وانت تقول خافه من الخافه من الشيخ اللي يقرا سوره الجنه قهوه وشاهي ترى يصلح الشاهي يجي قبل الحين مجح حمص خلاص بدون بخور قبل امس الجح بدون بخور جوب وجمر خلونا نشوف من اللي بياكله يلا ما به موضوع انه يلا تسلم شيخ طيب بسم الله الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم الله 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 أيها الإخوة بارك الله فيكم هذا الموضوع موضوع الجن من صميم العقيدة من صميم العقيدة الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الغرض من خلق الجن والإنس هي أو هو عبادة الله سبحانه وتعالى وأيضا من الأمور التي يعني ينبغي أن نتحدث فيها ونذكرها أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة اسمها إيش الجن سورة الجن أحسنت وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فاجتمعوا حوله جاءوا وتلبدوا واجتمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام يستمعون القرآن فأخبر الله تعالى نبيه فقال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من أنه استمع صح نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا تعجبوا من هذا القرآن من أثره ومن نظمه ومن سبحان الله فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به على طول آمنوا علموا أن هذا الكلام كلام الله عز وجل إلى غير ذلك من الآيات التي تتحدث عن هذا الخلق العجيب الموقف الثاني أو الأمر الثاني لماذا سموا جنا سموا جنا لاجتنانهم لاستتارهم فهم يروننا ولا نراهم
إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والجن ثلاثة أصناف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجن ثلاثة أصناف: صنف يطير في الهواء، صنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. سبحان الله. الموقف الثالث أو الرابع أن الله أعطاهم خاصية التشكل، فهم يتصورون ويتشكلون بصورة الإنسان أو الحيوان أو الحيات التي تسمى جنان البيوت. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الخندق فاستأذن شاب أن يذهب إلى بيته، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا امرأته واقفة على الباب فغار فأخذ الحربة أو أراد أن يطعنها، قالت: على رسلك، انظر ما الذي أخرجني، فإذا حية تتلوى على الفراش. سبحان الله. فأخذها وطعنها، قتل الحية، فلا يدرون أيهم أسرع موتا، الشاب أم الحية. طيب، الوقفة الخامسة ماذا نفعل لو صادفنا مثل هذه الجنار أو العمار؟ أنا أذكر الشيبان الأولين اللي أدركنا منهم كانوا يسمون هذا الثعبان الذي يعيش في السقف يسمونه جار 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 جار، فكانوا لا يعتدون عليه، حتى أنه أخبرني بعضهم قال إن امرأة كان ابنها يعني في فراشه، فنزل هذا الثعبان وأخذ يلاعب الطفل، يدخل سبحان الله بين رجليه، ثم لما جاءت المرأة نعم رجع مكانه. أيضا من الوقفات مع الجن أيها الإخوة أنهم أشكال وألوان حتى في العقيدة. يقول الإمام الأعمش رحمه الله: تروح إلي جني، يعني زارني جني، يقول: فسألته كذا، من ضمن الأسئلة: أي الطعام أحب إليكم؟ قال: الأرز. يحبون الكبسة. يحبون الكبسة. قال: الأرز. طعام الجن العظام والرماد. نعم، فيهم أنواع وأشكال. يقول: فأحضرت له أرز، يقول: فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى من يأكلها. يقول: ثم سألته عن بعض المذاهب، سألته عن الروافض، قال: هم شرنا. طبعا في الآية مذكور إيش؟ وإن منا الصالحون ومنا دون كنا طرائق، والجن مخلوقون من نار، من نار، من مارج من نار. نكمل بعدين. نعم. نكمل مع الشباب. يعطيكم العافية، وناخذ تلاوتنا ثم نكمل إذا حبيت. أنا ترى جايب الموضوع على الشيء